ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على موضوع مهم جدا، اكتر الابراج اللي عندهم اشخاص كيديين كده او بيكيدوا فيهم، اشخاص بيتمنوا ليهم الشر، اشخاص بيحاولوا كتير ان هم يوقعوهم في ضغوط او مشاكل. من الاخر كده ابراج ليهم عداءات سودة، يعني عداءات من جواهم اسود، عارفين اللي هو اسمه ايه بتاع الارض ده، بلاكت اللي بيسفلتوا بالارض، مش عارفه. المهم يعني بس فعليا في اشخاص من جواها سواد طينه، فخلي بالكم كتير من الموضوع ده، لدرجه ان كمان من كتر ما في اشخاص بيحاولوا ان هم يؤذوكم بايا كان الشكل ايه، ممكن يعرضوكم لاذى ليه علاقه بسحر او طاقه سلبيه، فلازم نكون حذرين جدا. الابراج دي احنا هنتكلم النهارده على 8 ابراج، ارجو من كل برج انه ياخد باله فعليا لان معرضين كتير ليها خلال النص الثاني لشهر اكتوبر لعام 2022. مبدئيا اول الابراج هو برج الميزان. برج الميزان نتيجه الشمس المتواجده عندك بالاسبوع الثالث اللي ما زالت مستمره وبعد كده بتنتقل للمنزل الثاني، بالنسبه لك ده هيخلي الاعين عليك جدا جدا، والاعين على مالك والاعين على علاقاتك بقدر كتير سخيف. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تداروا على نفسكم جدا، لان عندك اشخاص بيحاولوا كتير ان هم يكيدوا ليكوا، بيتكلموا عليكم في سمعتكم كتير، اشخاص بيبقى عايزين ان هم يكرهوا فيكم الناس بحيث ان هم يمتلكوا الصوره الظاهريه الافضل ليكم، عارف فكره اللي هو انا بس اللي قريب منك والباقي كله هبعده عنك. عندك اشخاص ملوك في هذا الامر جدا، اللي عايز يبعد عنك كل الناس يبقى هو بس القريب، نوع من انواع النرجسيه شويه، سواء بقى مع ده تعامل مع اصدقاء او من اهل او من ايا كان، فلازم تاخدوا بالكم كويس جدا من اشخاص بتحاول تشوه سمعتكم لاجل انها تبعد اشخاص اخرين عنكم لاجل ان هم بس اللي يكونوا قدامكم. النقطه الثانيه ان انتوا عندكم حسد غريب جدا يا تقي، يعني كتير من الاشخاص الحاسدين الكارهين الخير، تعرفوا ان عندكم اشخاص تتمنى ليكم زوال النعمة، شوفوا امنية حياتهم ان هم يعني يشوفوكم واقعين بمعنى اصح. في ناس كده جدا، لدرجة ان هيكون في اشخاص بيحاولوا التقارب منكم لاجل المصلحة ليهم، ولاجل ان هم يعرفوا ايه الجديد بالنسبة لكم وايه المفاتيح بالنسبة لكم، لاجل ان هم يخترقوها عشان يوقعوكم. لازم تاخدوا بالكم كويس جدا جدا من الناس اللي حواليكم، واحذروا الثقة في الاخرين، احذروا كمان من ان انتوا تاكلوا عند حد تشربوا عند حد، لان ممكن يكون الامر مخلوط بسحر، يعني معرضين لسحر وانتوا هتبقوا حاسين قوي ده، لانكم هتبقوا حاسين ان في شيء غريب بيحصل في حياتكم، ويبقى عندكم الحاسه السادسه كتخيلات، بيحصل عندكم حاجات كتيره، خلي بالكم حصنوا نفسكم جدا. البرج الثاني هو برج العقرب. برج العقرب خلي بالك كتير، انت اعدائك بيقولوا لك نلاحقك منين نلاحقك منين، فخلي بالكم كويس قوي لان انت عندك اعداء، خلي بالك ده انت بتدخل الاسبوع الرابع كانك يعني جايب معاك طوابير اعداء، اشخاص بمثابه اعداء فعليين قاعدين لك بالمرصاد، خلي بالك كتير لان كمان هيبقى عندك القدره على نجاح او الخروج من مأزق اللي يسير عداءاتك عداء اكبر، فلازم تكون واخد بالك كويس قوي من اوراق، من التزامات، من مسؤوليات، من اي حاجه ليها علاقه بشيء ممكن حد عدو منك يسحبه يوقعك بيه، سواء ورقه، سواء حاجه ليها علاقه بان حد يمسك عليك كلام، يسجل لك كلام، يسجل لك حاجات مكتوبه، خلي بالكم كتير قوي، لان في اشخاص من الاخر كده بنقولها بشكل احنا بلدي يلعبوا بينا الكوره، فخلي بالكم كتير، على قد قوه شخصيتكم على قد ما انتوا عندكم عدم تركيز في بعض الخطوات وكلامكم خلال الفترة دي، احذروا من الانتقام من الاخرين عشان ما يبقاش تسيروا العداءات بصورة سخيفة، فخلي بالكم كتير من ده. النقطة التانية عندكم عرضة الحسد وسحر ابن لذينة، خلي بالكم كتير. طب امتى؟ الاسبوع الثالث ولا الرابع؟ لا ده الاسبوعين خد معاك بقى، يعني خلي بالك كتير، الاسبوع الثالث والرابع قدر من العداء رهيب، قدر من الحسد رهيب، انت مش المركز الثاني، انت الاول مكرر يا برج العقرب. والله انا لما باجي اعمل الموضوع ده اصلا اللي هو يعني بستفز حرفيا من الاشخاص دي. طب ممكن كتير يسال او في اشخاص بتسال لما البرج ده محسود مين اللي بيحسد؟ على فكره ممكن اللي يحسدك من نفس برجك عادي جدا.
اما بالنسبه لبرج القوس، برج القوس انت عندك كتير من الامور اللي ليها علاقه بعدقات بس الاسبوع الرابع بدايه من يوم 23، يعني من يوم 23 حتى اخر الشهر 31 بالنسبه لك انت هيكون عندك العداء سخيفه، يعني هتاخد بالك كويس قوي من مشاكل هتحط نفسك فيها، من خلافات، من امور عدائيه جدا، هتاخدوا بالكم كويس جدا من اشخاص هيبقوا بيحاولوا يوقعوكم في مشاكل، يخسروكم اشخاص، هيبقى في قيل وقال، هيبقى في كتير تصرفات مش صح تتخذوها نتيجة الزن على الودان، لازم تاخدوا بالكم كويس قوي. هل انتم معرضين لسحر؟ على فكرة هتبقوا معرضين لسحر بس مش هتفوقوا لنفسكم الا بعد اللي هو اقدر اقول من اواخر الاسبوع او في اخر او في الاسبوع الاخير لشهر نوفمبر، هتبدأ تفوق نوعا ما، لحد 21 ديسمبر هتفوق اكتر. يعني شوفوا احنا خلي بالكم احنا بنتكلم على حاجه ليها علاقه بحسد او سحر مدته طويله على ما نفوق منه، يعني هيكون عندنا ان احنا بنخسر اشخاص، بنخسر علاقات الخ. عارف بقى فايده الفيديو ده ايه؟ انك تعرف او لما تعرف انك عرضه لهذا الامر بتبقى مستعد متاهب لهذا الامر، فبيكون عندك اول ما تحسه وتلاحظه مجرد شعور انك انت تحسه او تلاحظه هتلاقي نفسك انك انت قادر على التصرف. وطبعا عليك ان انت تحمي نفسك كويس قوي من بالتحصين، تحمي نفسك بالتحصين، ده اللي هيكون مأمن كتير قوي ليكم يا برج القوس لأمور زي كده. ده بالنسبة لبرج القوس. أما بعد كده برج الحمل، برج الحمل من الناس اللي هي محسودة بزيادة، أشخاص كتير ناظرين لمالكم وناظرين كتير لأن أنتم مفكرينكم أن عارف فكرة كده اللي زي ما بيقولوا بقنا معلقة ذهب، في أشخاص مفكرة أن بقكم معلقة ذهب، لدرجة أنك هتلاقي أشخاص بجحة بجاحة كده، يعني اللي يجي يقول لك أنت معاك أنت عليك أنت ليك أنت معايا أنت أحسن أنت هيبقى عندك أشخاص حاسدين ببجاحة. فخلي بالكم كتير فكرة ان احنا نكون فخورين بنفسنا ونفتخر بمالنا ونفتخر بنجاح ونفتخر بتقدم، ده شيء غير مقبول خلال الفترة دي، خاصة ان انت الوضع خلال الاسبوع الثالث معاكس، وما تنساش ان عطارد موجود ببرج العذراء حتى يوم 29، فده هيخليك ان انت عرضة ليه ضغوط اكتر، عرضة ليه اشخاص يحسدوك اكتر نتيجة ان انت بتفتخر بنفسك، يعني فخلي بالك لان الوضع معاكس ليك، هتبقى مفكر ان انت لما تفتخر بنفسك ده شيء كويس، لكن بالعكس ما بتجيبش الا النجمة لنفسك، يعني الحسد لنفسك. فمعرضين لحسد ومعرضين لسحر، احذروا من الاكل والشرب من اشخاص، خاصة امرأة سواء برج الحمل رجل او مرأة، خلي بالكم كتير من امرأة هتأكلكم وتشربكم حاجة مسحورة، وعايز اقول لكم انها حد ممكن يكون على غير جنسيتكم، فخلي بالكم كتير. برج بعد كده الدلو، برج الدلو زي ما قلت لكم قبل كده انتم من اول السنه وانتم مشتركين في كل فيديو ليه علاقه بهذا الامر، محسودين، مسحورين، الناس باصه على شكلكم جدا، لو لبستم شوال هيقولوا الله شوال على احدث حاجة في الموضة، فخلي بالكم كتير محسودين على طريقة لبسكم، على الستايل، على طريقة كلامكم، على حركتكم اللي عاملة كده، عملتوا شعركم كده، عملتوا عارفين اللي هو لو عملتوا ايه هتتحسدوا عليه، فخلي بالكم كتير، حصنوا نفسكم، حاولوا كتير ان انتوا تبقوا بتقروا مية على قرآن وتشربوها دايما قبل ما تنزلوا، عارفين قبل ما تتحركوا كده افتحوا باب البيت كده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، دايما خلي ده على لسانكم كتير طول الوقت طول الوقت، هتلاقوا نفسكم بتحموا نفسكم اكتر، فمحتاجين ده. ده برج الدلو. برج الثور، برج الثور خلي بالك لان عندك اشخاص هيبقوا بيزنوا على ودانك كتير، ليه؟ لهدف ما، انك تسيب مشروع او تسيب حبيب، يا تسيب مشروع جديد يا تسيب حبيب، خلي بالكم كتير لان ازاي امر من السحر، فخلي بالكم كتير من النقطه دي، وحاولوا جدا يا تبعدوا عن الشخص اللي بيزن على ودنكم بصوره سخيفه جدا، او ان الشخص ده لو هو لازق او هو قريب منكم فعلا حاولوا كتير ان انتوا تقنعوه، وانتوا من جواكم لا تقتنعوا بس تقنعوا اللي هو الاقتناع الكايدي كده، ده اللي هو كده اي كلام، اللي هو تقنعوا الشخص ده انا مصدقك انت صح قوي انت 100 100 اللي انت بتقوله ده انت حد معاك واصل والجو فاهمني، فاللي هو ايه انفخوا في الشخص ده، لكن انتوا من جواكم ما تصدقوش الشخص ده، حاولوا كتير ان انتوا تلتزموا بالنقطه دي عشان الشخص ده ما يعرضكوش لعمل او لسحر.
فاهمني اقصد ايه؟ يعني اقنعوه ان انا صدقت كلامك عشان هيلجأ لك في السكه السوداويه، وفي نفس الوقت انت مطالب بالتحصين جدا. برج الثور عشان هيكون عندك اهتمام بنفسك وبشكلك اكتر، هيكون عندك عرضه لحسد من اشخاص كانوا مقربين ليك وحاليا هم عداءات. اما بعد كده برج الجوزاء، برج الجوزاء عندك اشخاص كتير كارهين الخير ليكم، هيبقى عندك كل ما تحصل على سلمه متزايده كل ما حد رايح جايبك يوقعك فتبدا من تاني. خلي بالك كتير ان انت حاول انك تعمل ايجابياتك كلها في الخفاء، وحاول كتير ان انت الاشخاص اللي هم عداءات او الاشخاص السلبيين بالنسبه لكم ما ردش عليهم وما بقاش الامر حرب. المريخ الموجود عندك هيخليك ان انت تبقى الاشخاص اللي تضايقك هترد عليهم تستفزهم، لا ده مش حلو ابدا، عشان ما ندخلش في مشاكل وعداءات، وكمان ما ندخلش في امور ليها علاقه بسحر وحسد، يعني عشان ما يبقاش في اشخاص يسحرونا او يحسدونا. احنا عايزين نمشي كده بما يرضي الله ونغطي على نفسنا عشان نوصل للايجابيات بتاعتنا صح. اما البرج الاخير هو برج محسود بزياده، برج قد ايه ممكن يكون كمان مسحور او نتيجه سحر قديم، يعني في سحر قديم بيجدد نفسه معاك. خلي بالكم كتير، اقول لكم تاخدوا بالكم ازاي، خلي بالكم كتير من احلامكم، يعني الاحلام اللي بتحلموها احساسكم نتيجه الاشخاص اللي انتوا بتتعاملوا معاهم، لان هيكون في حرفيا في حاجه قديمه بتتجدد، او في حد كان عمل لك حاجه قديمه ورجع يقرب منك تاني عشان يأذيك مره تانيه. خلي بالكم كتير كمان انتوا عندكم المشكله اللي ليها علاقه بالتشتت النفسي، اللي هو ممكن يبقى انت عندك قرار تغيره من جواك كده، في تذبذب في من جواك، عدم ثقه. خلي بالكم كتير قوي لان دي طاقه محيره تخليك انك تحتار اكتر وتتعامل مع الاخرين باسلوب غير متزن. بشكركم جدا، بتمنى كتير اني اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.